بالخير بالخير يا المستمعين بخير، عساكم بخير ما دام الزمان بخير، عدد ما ورقى حمام الطير. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم بسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي. ساير نخل حياة سعيد، وعند نخل والله، وشليت الداس وشليت يونيتين، قلنا بنصير من حش حلقنام. هي يا تمات يومين يمكن ما عطيت لا معشة ولا مضحة ولا شيء، قلنا يا رب نتوكل على الله. شليت أنا اليواني وشليت الداس وتخاطيت هذاك سيري وطا. جيت كان أحصل واحد من الأولاد من أولاده، وحياة المرحوم متوفي الله يرحمه، الله يرحمه ويغفر لي. فلان أبا أدخل عادي أخذ لي شوية حشيش، يعني أنا ضاري عند حياة المرحوم أخذ حشيش مني، وتبغى غوازي بعطيكم. قال لا، نحن لا بنعطيك بغوازي ولا بنعطيك بدون غوازي، بعيد الشر. سويت شيء والدي غلط في شيء؟ قال والله الحين كيفني، ولحل والله هذه نخلني. قلت له نخلكم أنا مبوني ما يأخذها نخلكم، ولا تبايعني ولا أبايعك ولا بشل شيء، مبونا ما فيها ذهب، حشيش ذي ما بحش أنا بيبس بدق الشمس. قال لا، نحل ولا أعطيك، ونحل مرة ثانية لا تهنيه ما أدري ويش. وقام نافخ عمره، واحد أخبركم غادي مرة كما القاردي، بعيد الشر. والدي ما سوينا شيء، الواحد يتعامل ويا لوادم بياخذ ويعطي ويا لوادم. قال انا والله ما يخصني، صك عني الباب داخل. كان الدور بالدنيا نعم، تميت والله شهرين ثلاثه كان انسى السالفه، انا بروحي غفلت فوادي غايب، غفيت عن السالفه. هي اللعبه بس ذيك لو ما سير العصر، ما سير العصر سير الضحى. سرت والله الضحى، دقيت الباب مال 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 المزرعه، طلع لي ولد. هل عمي هل تفضل بغيت شيء حاجة أمارة؟ أنا بروحي استفكرت، قلت لي أنت ولد من؟ قال أنا ولد فلان مرحوم. قلت له فلان أخوك ذا؟ قال هي. قلت له فرق السماء عن الأرض؟ قال الناس أجناس ما كلها العرب واحد، وانظر لكفك صبوع يديك ما واحد، للشهور هني لك الأيام ما واحد. قلت له يا سلام عليك، يا صح لسانك. قلت له ما شاء الله تعاملك حلو. قال للناس ما بتاخذ من الدنيا شيء. سوالف وسالم، الكلمه الطيبه بالسيف درب، والواحد ينتخذ بالروف وبالتادي، وانت ريال اليوم مقام ابوني ونحن لازم. قلت له انا عاده بغيت ادخل احش شويه حشيش. قال انت لو تبعيني المركب ادور فوق راسي، تاج فوق راسي. قلت له جزاك الله خير، ربي عافيك وربي يخليك، وانت الصراحه يعني فايق فايق الاحترام. قال ما يهمك، وبغيت اي شيء من نخل، بغيت اي شيء، انت الداخل ونحن الطالعين. اسمع كيف، اسمع كيف لوادم. نعم اني بغيت حبيت على الراس، حبيته من جمال اخلاقه، وهذا ذاك اليوم نافق عمره. ولا نخل ايش نخلك انت، وايش نخلك انت، ما وش بتاخذ من الدنيا، عسب حشيش مسيب له ودويش. هذا مره، هذا قال مره عمي يجيب داس، قام يحش بروحه عني حش. انا بغيت يونيتين ثلاث يواني، من غير القراع، من غير المسيبلو، من غير هذا اللومي ما لومي. اقول لك عطاني كذي عطيه بدون جزيه، الواحد يعني كيف احترامه، ما بغيت من الدنيا شيء. قمت انا عاده كسفت له ريالين وعطيته في دي، قال اكرم عليك يلا ما خضيت بيسه. كان هذا يقول انا اعمل لله في الله، انا ما علي يقول هذه. قلت له علام أخوك كذي، كان يقول أخوي كذي، تعامله كذي ويا لوادم، كل هالناس تقول إن أخوي كذي. وأنا يا ما كلمتي ويا ما قلت لي يا فلان اعتدل ويا لوادم، والناس بتحبك، والواحد يحبب لوادم فيه، ما كذي ما كذي، البطرة يا أبوي ما زينة، البطرة ما زينة وكذي. قال عيزت ما كلمه. قلت له يا الله يوم أنت بتكون في النخل خبرني، إيه يوم بتكون في النخل خبرني، لأن يوم بي ذاك ما رومي نازعني. إيه، قلت لي إذا نازعني بحط عليه الصوت الذي. قال لا ما يهمك، إن شاء الله بيرتد الولد وكذي. قلت لي جزاك الله خير، وشليت الحشيش والله روحت. شبع الهواء، إيش أخبركم ذيك اليوم، الحمد لله الحمد لله.
نعمة سادة وبادية. سوالف وسالم، سوالف وسالم، إعداد وتقديم وسالم، إخراج صلاح بن جمعة الرئيسي.